تحية لحضراتكم مشاهدينا في جولة صحفية جديدة وأبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، أهلا بكم. ونبدأ هذه الجولة بصحيفة الأهرام ونطالع فيها إطلاق إشارة بدء تنفيذ منطقة شرق بورسعيد خلال أيام. 10 شركات مصرية تنفذ منطقة صناعية ولوجستية وسكنية واستزراع سمكية ومجموعة من أنفاق أسفل القناة. طرح 18 مناقصة للتنمية في 10 مدن جديدة، وتنفيذ قطار مكهرب للربط بين أكتوبر وبلاق الدكرور خلال 3 سنوات. رسالة من السيسي لرئيس الوزراء الياباني ينقلها سامح شكري، مباحثات مصرية يابانية حول التعاون الثنائي ودعم مصر لمواجهة الإرهاب. من جانبها كتبت صحيفة الجمهورية، الرئيس في اجتماع وزاري بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، 1000 شركة شهريا لتوفير فرص عمل للشباب. الرئيس النهوض بمختلف القطاعات الحيوية لدفع عملية التنمية. خلال لقاء المدير التنفيذي لشركة إيني، الرئيس يؤكد متانة العلاقات المصرية الإيطالية والالتزام بالبرنامج الزمني لبدء إنتاج حقل غاز ذهر. مصر في قمة المناخ بباريس، ووزير البيئة خالد فهمي، إفريقيا ضحية الثورة الصناعية والغربية ومن حقها التعويض، نسعى إلى اتفاق يلزم الجميع بالحد من الانبعاثات الحرارية. أما صحيفة الأخبار فجاءت أبرز العناوين، انفراد الأخبار تكشف هوية منفذي هجوم العريش، السيسي سكن كريم لمواطني العشوائيات ويتابع في اجتماع وزاري الإنجاز بالمشروعات القومية، وزير السياحة هشام زعزوع تيسيرات جديدة للتأشيرات السياحية استجابة لمؤتمر أخبار اليوم، السفير الفرنسي للأخبار لم نمنع السياح الفرنسيين من زيارة مصر، مفاجأة البابا توادروس سافر إلى القدس للصلاة على كبير المطارنة. البابا لمنتقديه، ذهبت للقدس لأداء واجب العزاء وليس للزيارة. أما صحيفة المصري اليوم فكتبت في عناوينها، وزير الآثار يعلن اكتشاف تابوت لكبار كهنة الأسرة 22 بالأقصر، ويعلن النتائج الأولية لاستكشاف توت عنخ آموت من بيت كارتر. رئيس الوزراء يتفقد متحف النيل بأسوان اليوم. وزير التنمية المحلية، حركة المحافظين أوشكت على الانتهاء. باحثة مصرية تكشف أمام مؤتمر بالخرطوم عن خليط بترولي يحقق عائدا اقتصاديا. من اليوم السابع نطالع، بروتوكول بين الإسكان والتعليم العالي لإعداد خطط تطوير 248 منطقة عشوائية. مهندس مصري يعيد الأمل لمرضى فيروس سي وبي، ويبتكر جهاز يقضي على الفيروس بالترددات الكهربائية في 24 ساعة. تفاصيل زيارة الوفد الطلابي المصري إلى روسيا لتنشيط السياحة. الطلاب يسافرون في يناير لتعزية أهالي ضحايا الطائرة. البرنامج يشمل زيارة جامعة سان بطرسبورغ ومعالم روسيا وإطلاق دعوة زيارة طلاب روسيا للقاهرة. ونتحول إلى الصحف العربية ونبدأ من صحيفة الحياة اللندنية التي كتبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن عدم مواصلة تطبيق الاتفاقيات مع إسرائيل مع استمرار وعدد شهداء الهبة الشعبية تجاوز 100 فلسطيني. تونس تحدد هوية مفجر حافلة حرس الرئاسة وتعتقل 30 شخصا. السلطات المغربية تفكك خلية مرتبطة بداعش. من صحيفة البيان الإماراتية نطالع، واشنطن تقول إن نشر روسيا صواريخ مضادة للطائرات في سوريا أمر خطير. وزير الخارجية السعودية عادل شبير، الخيار العسكري ما زال مطروحا. الطيران العراقي يدمر أهدافا لداعش، والجيش يقطع آخر خط إمداد للتنظيم الرمادي بسيطرته على جسر فلسطيني على جسر فلسطين. الرئيس بريطانيا تعلن استعدادها لإقناع الجماعات المسلحة السودانية بالمشاركة في الحوار. ونرصد من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل رئيس الحكومة اليونانية ويدعو لدور أوروبي أكبر في العملية السياسية. المعارضة السورية تدق ناقوس الخطر إثر سيطرة قوات النظام على تلال الجبل الأحمر. الإعلان عن
عن تقديم دعم حكومي للجيش الليبي في مواجهات المتطرفين. ونقرأ أبرز عناوين صحيفة القبس الكويتية. رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يدعو أمام البرلمان إلى ضرب داعش في سوريا. 40 نفق داعشي تحت سنجار العراقية عثر فيها على أدوات لصنع المتفجرات. القوات الشرعية اليمنية تستعيد مواقع في تعز. وفاة 3 سعوديين بسبب الأمطار، والدفاع المدني ينقذ 218 حالة. ونقرأ من صحيفة القدس العربي. رئيس الحكومة التونسية: إمكانيات الدولة وحدها لا تكفي لمحاربة الإرهاب. والأمن التونسي ينفذ أكثر من 250 مداهمة عقب التفجير. تضرب الأنباء بين أجواء تفاؤلية وجدل في بيروت بأن رئيس تيار المرضى النائب سليمان فرينكا بات قاب قوسين من قصر الرئاسة. طائرات حربية روسية تضرب بلدة سراقب على الحدود بين سوريا وتركيا. وننتقل إلى الصحف العالمية، والبداية بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي كتبت: الرئيس الروسي فلاديمير بوتون: موسكو على استعداد للتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن الضربات الجوية ضد تنظيم داعش في سوريا. تصريحات بوتين: أول التزام صريح ومباشر إزاء القيام بعمل مشترك بين موسكو والغرب منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014. حلف الناتو يواجه أزمة شرق أوسطية جديدة بعد إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية. ومن صحيفة نيويورك تايمز: نرصد بعد هجمات باريس، السلطات البلجيكية تخفض مستوى التأهب الأمني لمواجهة الإرهاب من الدرجة الرابعة إلى الثالثة في العاصمة بروكسل. المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية ترامب يتعرض لانتقادات حادة لسخريته من صحفي معاق يعمل في نيويورك. في نيويورك تايمز: القبض على رجل قفز فوق سور البيت الأبيض، إغلاق قصر الرئاسة الأمريكي رغم الإمساك به سريعا. ونقرأ من صحيفة التايمز البريطانية: رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو: تركيا تسعى لتهدئة التوترات مع روسيا بعد إسقاط طائرة عسكرية روسية قرب الحدود السورية. موسكو تدرس تدابير اقتصادية جديدة ضد تركيا، وأنقرة تنفي علمها بجنسية الطائرة قبل إسقاطها. وزير الدفاع الفرنسي: قدرات سلاح الجو البريطاني سيكون لها أثر ملموس في قتال تنظيم داعش بسوريا. ونتابع من صحيفة فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة تتهم سوريا بشراء النفط من داعش، وتفرض عقوبات على رجل أعمال سوري تدعي أنه يلعب دورا أساسيا في هذه التجارة. وزير داخلية ألمانيا: أوروبا عليها أن تفرض قيودا على عدد اللاجئين الذين تستقبلهم، وأن تسعى لاستقبال الأشخاص الأكثر احتياجا للحماية. مئات الأشخاص يتظاهرون في شيكاغو الأمريكية احتجاجا على قتل شرطي أمريكي لمراهق أسود ب16 طلقة. وإلى الصحف الفرنسية ومن صحيفة لوموند نطالع: زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى موسكو هل تشير إلى بزوغ مرحلة جديدة في العلاقات الروسية الفرنسية؟ الأزمة الأوكرانية شبه جزيرة القرم في ظلام دامس، مجهولون يفجرون 4 أبراج كهرباء في موقعين مختلفين بجنوب أوكرانيا، محادثات بين الكوريتين تهدف لتحسين العلاقات الثنائية، الاتحاد الإفريقي يسعى لإيجاد طريق للحد من زواج الأطفال. وهذه وقفة مع رسوم الكاريكاتير الأبرز مشاهدينا. ختام هذه الجولة الصحفية على رأس الساعة، نلتقي في موجز الأنباء في أمان الله.